كندا سيدتي وسادتي، عز النشيد الوطني الخالد. تمشي عند بوصوفا، بوصوفا من جديد عند بالهندا، بالهندا باس لاتيرال، مشى اللاعب مشى نبيل ديراري مرة. يمكن نقول ما غنضيف كثير، رقيق وفنان، ضربة بلان في بلانتيريور، رفيع رفيع، وكأني به يسدد ضربة جزاء وماشي تزيد من 25 متر. غنشاهدوا إعادة، عرض غنشاهدوا إعادة، هدف من طراز رفيع، هدف من طراز رفيع، الشهد ديال هذه المقابلة وهذا الهدف. هذا ربح كبير ما شاء الله، ربح كبير لاعب فيصل، وهذا الهدف يمكن إلا يرفع من معنوياته. أصبح الآن يمكن نقول فيصل بياس ماتريس في الفريق الوطني، فيصل فجر، يمكن نقول لاعب ربح جديد للفريق الوطني، تلعب بالروح وبالقلب، ولاعب مهاري وكل لاعبين اكثر من رايه. هو لاعب فيصل فجر، حطيلو في الزاويه الصعبه، حطيلو في المكان الصعب، هدف رائع، هدف رائع يا فيصل يا فجر، سيدون سيكتب في صفحات مشاركاتك مع المنتخب المغربي. فيصل فجر كان واحد من النجوم المغربية في الكأس الإفريقية الماضية للمنتخب المغربي، لأنه لم يقدم الشيء الكثير مع النخبة المغربية. حاضر يونس بلندا، يجيبني نعم، ويقول أنا موجود، أنا حاضر كذلك بتمريراتي، لأن الكرة خرجت من يونس. شوف يونس، شوف الباس، شوف التمريرة من يونس، والمتابعة من عزيز بوعدوس في الزاوية الصعبة، انطلقت معك يا فيصل، مرت على اللاعب يونس بلندا، يمينية قوية في الركن الأيمن، نعم في الدوزيام بوتو، في القائمة الثاني، نعم يأتي الهدف الثاني للمنتخب المغربي. جملة تكتيكية من أروع ما يكون، انطلقت من فيصل، مرت بتمريرة مليمترية من جانب يونس.